Was für باللغة الألمانية شو معناتها وإمتى بنستخدمها؟ Was für باللغة الألمانية إلى أكثر من استخدام، وحتى الكازوس أو الحالة اللي بتيجي بعدها بتختلف من استخدام لاستخدام. كازوس بالمناسبة هي مثلا داتيف، أكوزاتيف أو نوميناتيف أو جينيتيف، على حسب الحالة شو بيجي بعد Was für بيعتمد على نوع الاستخدام. مثال ناخد أول استخدام اللي هو الاستفسار عن شيء ما، مثل لما بتقول Was für ein Buch liest du؟ Was für ein Buch liest du؟ إنه شو نوع الكتاب اللي عم تقرأه. مثال آخر Was für eine Musik hörst du gern؟ Was für eine Musik hörst du gern؟ يعني شو نوع الموسيقى اللي بتسمعه أو بتفضل تسمعه. مثال أخير Was für Filme magst du؟ Was für Filme magst du؟ يعني شو نوع الأفلام اللي بتفضلها أنت أو بتحبها أنت. لازم ننتبه هون على نقطة معينة، بعد Was für للاستفسار عن شيء ما ما في آرتيكل بشتمت بتيجي بعدها، يعني بشتمت آرتيكل اللي هي der, die, das, den, die, das ما بتيجي بعد ال Was für، لأنه بعد ال Was für لازم دائما يجي unbestimmte Artikel اللي هي einen وما إلى ذلك، بالإضافة لما يكون في جمع. في جمع معناته ما في آرتيكل بالمرة، مثل المثال هون لما قلنا Was für Filme magst du، هون ما في آرتيكل أبدا لأنه هذا جمع. الاستخدام الثاني ل Was für هو للتعبير عن الدهشة، يعني أنت مندهش من شيء ما أو عم تستغرب شيء ما أو عم تستنكر شيء ما، ففيك تستخدم Was für. بهيك حالة تستخدم Was für وبعدها بيجي مباشرة نوميناتيف. احنا تعلمنا كثير بالمدارس انه بعد für دائما أكوزاتيف، هذا الشيء مو دائما صحيح. لما بتيجي für لحالها كحرف جر بيجي بعدها دائما أكوزاتيف صحيح، ولكن Was für لما تكون الجملة ما فيها فعل، يعني مثل لما انت عم تحكي عن فصل الصيف بألمانيا، فصل الصيف بألمانيا مو دائما بيكون انه الجو لطيف او الجو بيكون حار، لا، احيانا بتيجي ايام بارده، احيانا بتمطر، يكون الجو سيء. فانت فيك تقول وتستعجب او تستنكر من هذا الشيء وتقول Was für ein Sommer. Was für ein Sommer يعني شو هالصيف هاد. فهون عندنا Was für ein Sommer. Ein Sommer جايه هون بالنوميناتيف لانه هي الجمله ما فيها فعل. Was für ein Sommer ما في فعل، فلذلك راح تضل ein Sommer بحاله النوميناتيف. مثال آخر، لما أنت بتزور مثلاً مدينة وتكون مدينة جميلة نوعاً ما، فأنت فيك كمان تعبر عن إعجابك بهي المدينة وتقول Was für eine schöne Stadt. Was für eine schöne Stadt بمعنى أنه شو هالمدينة الحلوة، يعني ما يا لهذه المدينة الجميلة يعني. فأنت فيك تعبر عن استيعابك ودهشتك مع Was für مع نوميناتيف لما ما يكون في فعل بالجملة أبداً. لما يكون في فعل بالجملة فلازم أنت الحالة تقيمها أو تقدرها على حسب الفعل المستخدم. بناخذ مثال Was für ein Geschenk hast du bekommen. Was für ein Geschenk hast du bekommen يعني شو نوع الهدية اللي اجتك. بهذا الاستفسار أو بهذا السؤال نحن عنا فعل أو بالأحرى فعلين، haben اللي هو بهيك حالة مصرف وصار hast، بالإضافة ل bekommen اللي هو الفعل الرئيسي. هدول الفعلين لما بيجوا مع بعضهم بياخذوا accusative، فein Geschenk بهيك حالة اللي هي das Geschenk بالنوميناتيف بتصير اوبجكت او ديركتس اوبجكت، يعني بحالة الاكوزاتيف. Was für ein Geschenk hast du bekommen، هون عندنا ein Geschenk بحالة الاكوزاتيف. ناخذ مثال اخر Was für einem Freund hast du geholfen. Was für einem Freund hast du geholfen يعني مين الصديق اللي انت ساعدته. بهيك حالة عندنا Was für einem Freund hast du geholfen بمعنى انه مين الصديق اللي انت ساعدته. مع الفعل helfen مثل ما كنا بنعرف بيجي دائما داتيف، بهيك حالة صارت einem Freund hast du geholfen، لأنه داتيف هو الفعل الرئيسي بالجملة، لذلك أثر على ال indirectes object بهيك حالة Was für einem Freund hast du geholfen. ف Was für إلى أكثر من استخدام، الحالة اللي بتيجي بعدها داتيف، أكوزاتيف، نوميناتيف بتختلف على حسب نوع الاستخدام. سلام.